جنب سلاح حق سارح علم خطا اللهم إنا نستودعك بلدنا الجزائر أمنها وأمانها أرضها وسماءها أبناءها ورجالها جيشها وشعبها. قبل أسبوع احتفلنا بعيد النصر اللي هو 19 مارس 62 والتاريخ يستوقفنا كل مرة في هذا الجبل لتذكر سيرة قائدين محنكين وبطلين من خيرة أبناء هذا الوطن المفدى. هذان القائدان البطلان لقنا المستعمر الغاشم دروسا في الشجاعة والبطولة والفداء بما كان يتمتعان به من دراية وخبرة وتخطيط. نقف اليوم في هذا المكان الطاهر وفي هذه المنطقة المجاهدة التي كانت موعدا للشهيدين مع القدر ومع الشهادة، وابتليت الثورة في اثنين من أكبر قادتها. لقد تشبع الشهيدان بأجل معاني الوطنية واتكى على وحدة الصف وتسلح بالصبر والإيمان وتعاهدا ألا يتأخر عن نداء الواجب، نداء التصدي لأعنف استعمار تعرضت له الجزائر حين أباح واستباح المستدبر كل رذيلة واغتسب الأرض والعرض ودمر وأباد وعاث في الأرض فساد. لقد خدم الرجلان الجزائر بحياتهما، خدماها باستشهادهما بعد أن قيض الله أجيالا استقت من زلال الحق وتشبعت من فضائل الواجب الوطني، فأكملت مسيرة التحرير وحققت حلم الشهداء باسترجاع السيادة الوطنية. وكان اللقاء بينهما إذانا لبداية رحلة المصير وهي الحرية التي لا طالما كانت حلمهما الطفولي، فشب معهما كل هذا ولم يكونا قد تعارفا بعد، وسار في رحلة الجهاد من جبل إلى جبل ومن قرية لأخرى حتى ضرب الله لهما موعدا بهذه الربوع الطاهرة. فكانت إرادة الله أن نال شرف الشهادة. ذكرى سي الحواس وسامروش وذكرى كل شهداء الجزائر ستظل حية حاضرة في ذاكرة الأجيال. الله يرحم الشهداء، يرحم العاقدين، يرحم الشهداء. ونحيي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكمين تاع كافة الطيور، جينا على 6 تاع الصباح، شدينا المراكز هنايا على 4 كمين جايين من سليم. مكانهم كان قائد الكتيبة تاعنا أحمد زرزي رحمه الله، وشهداء الاخرين هنا. لكن انا حاضر في الساعه اللي يتكلم البارود راني معهم. قضينا على الكمائن هذوك ودينا سلاح اكثر من 30 سلاحه، و
ودينا حوايج اخرى وسحبنا من الجبل هذا لجبل وجه الباطن وسلكنا على خير. المعركه بدات على 8:30 و 9:30 كنا في راس كريطه الجبل هذا. السلاح عندنا من كل نوع، ما ذكرت ناف، كان ماسترانسيس، كان بلج المان، كانت باريطه، ودينا الاسلحه اللي ديناها ماطات كرات ناف وماسترانسيس، ماسترانسيس مش وحده، وحدات هذه ديناها، والبياسات تحرقت في الاجيب، البياس الكبيره ترات امريكان يقول لها. هذه في 59 59 جينا احنا من مناعه وجينا هنا للجبل هذا وقعدنا في اللامبسكات، جينا قلت لك على الصباح على 6 تاع الصباح كنا في المكان هنا، وبعدين اتصلنا منا قالنا احمد زرزي الله يرحمه هذا قائد الكتيبه، قال ما تضربوش حتى نضرب الكرطشه الاولى نضربها ابدا فيهم. ضرب كرطشه وبدينا احنا فيهم، حطينا فيهم الكاميو حرقناه تحرق والاجيب مكسره ورفدنا السلاح كل اخرين ونحينا الكومبليات تاعهم نحيناهم جدد كاين نحو الجماع وفدنا سلاح كثير سلاح قريب 30 سلاح ولا اكثر كل واحد رفد حاجه وسحبنا وسلكنا على خير. ما خرجنا من الجبل هذا، فرنسا قاعده تضرب في الجبل هذا وحنا رحنا جبل اخر مريحين. هذه هي المعركه تاع الامبيسكات.